ومن جريدة الجمهورية، الأرصاد طقس سبت لطيف على السواحل الشمالية معتدل بالقاهرة. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ورياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.